دخلتم للحرم ما كنتم ما ماتوا، عرفت كيف؟ وهذا منطق، عرفت كيف؟ ولكن التحدي اذا انت بدك تعمل تحدي، تعال احيي لي واحد ميت ببساطه شديده. طيب استاذ محمد، كيف يقول لي انه الجبال مثل وتد الخيمه؟ شوف تفكيره سطحي صحراوي، يعني تخيل الجبل مثل وتد الخيمه، الجبال اوتاده يعني. لانه كان لحظه يعتقد لحظه السماء سقط. اه طيب انت هذا الفكر. طيب انا اريد عيون خضر وزرق، طيب ليش تقول حوريات؟ يعني حور عين، يعني عين وسيعه سوداء وبيضاء. طيب انا اريد زرق وخضر، لانه ما كان انا بشبه الجزيره، لانه مصادفات جغرافيه. طيب ليش يقول لي اتق الله بشق تمره؟ ليش ما يقول لي اتق الله بقطعه جاتو او دجاج بيزنطي او كي اف سي او برجر كينج؟ ليش؟ ليش ما يقول لك اتق الله بشيء ثاني؟ ليش ما عنده غير التمر؟ فالظروف المحيطه بالصحراء دائما وصف الجنات هي عباره عن شلالات، عباره عن مرج اخضر، عباره عن تفاح، رمان، لحم طير، الشيء الغير موجود في الصحراء، مثل الريف السويسري، هي جنتهم الان هي الريف السويسري، يعني هي الجنه بتفاصيل، الريف السويسري. اذا الظل الوريف، الكذا، الفاكهه الطازجه، الرمان، الصبيان، حتى الغلمان، تخيل حتى الغلمان، تخيل. يعني انا يجي غلام بالجنه اقول يا ولد تعال امسح لي الطاوله، ايش كثر راتبك؟ منو اللي قاعد يحاسبك انت؟ يعطوك بالجمعه ولا بالشهر؟ يعني تخيل هذا المنظر بالسماء. يقول لك يعني شوف استاذ محمد، عندي قاعده عامه، لا يستطيع احد ان يكلمكم عما بعد الموت الا ان يموت ثم يرجع، هذا المنطق، وما دون ذلك كله امراض نفسيه بعد الموت. لا يستطيع احد في الكره الارضيه ولا في القمر ولا في المريخ ان يتكلم لا الان ولا قبل عن بعد الموت الا يموت ويرجع، وبعد ما يرجع نسوي قهوة وشاي ومنسف ورز ونصير نقح ونضرط ونحكي نقول له تعال احكي لنا شفت بعد الموت. اما اذا ما مات لا يمكن انك تصدق حد بعد الموت على الاطلاق، كل متاجره للبشر، وكل اللي يقولون عن نفسهم انبياء كلهم مثل محمد صالح وهذا وهذا وهذا، لكن القطيع صدق فقط، كلهم مثلك مثلهم كلهم، لكن هم مستفيدين واستفادوا وهم اذكياء وهم الحد الملحدين. ليش؟ لانه المؤلف هذا الشيء طبعا بده يكون ملحد وذكي جدا، على فكره ذكي جدا وبارع. طيب خلينا نسمع محارب. أبي أولا كان لحظة عمر لحظة أرجع لك. محارب تفضل. مرحبا شباب، بس أرد أعرف شنو الموضوع، أنا هسه دخلت قبل شوي. الموضوع كبير، أول ما يصير عندك فكرة أطلب قيس وعيوني لك. دقيقة أنا بس بدي أرد على صفوك، بقول لك إنه فكر صحراوي، من وين النبي صلى الله عليه وسلم جاب الفكرة هذه؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اليوم الطائرة تضع من الهواء، لو جهاز الهواء توقف في الطائرة لمات ركاب الطائرة على الفور، فيضطر سائق الطائرة الهبوط اضطراريا فورا. ما أدرى النبي أنه ضيقا حرجا يصبح إذا تصعد في السماء. أما هذه آيات تستحق التأمل والتفكر فيها؟ لا، الآن هذه إيش أدرى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء أنه كلما زاد الارتفاع ضاق الصدر وكذا. الطائرة الآن لو مضخات الهواء فيها توقفت يموت ركاب الطائرة فورا. العلماء ما فهموا هذه الآية بهذه الطريقة يا معتز، هذا تفسيرك أنت. لا، اليوم العلم الحديث بفسر. العلماء الأوائل ما فهموا هذا الكلام بهذه الطريقة، لأنه العلماء الأوائل كلامهم مش قرآن. تصعد إلى السماء ما يصير عندك نفس. لا، كلامهم مش قرآن. اليوم العلم لما بيقول إنه الطيارة لازم تضخ هواء مماثل لضغط الأرض. عمر، الدين هذا فسره العلماء الأوائل، عرفت كيف؟ فأنت الآن كونك أنت قد تقول لي والله 1400 سنة هذول ما كانوا عارفين يفسرون القرآن، أنا اليوم خجلان من ديني فأريد أفسر على طريقة علماء الكفر، ما عندي مشكلة، ممكن تقول هذا الكلام، ولكن هذا يخالف اللي موجود في الكتب. ماشي، بس بدك تفهم شغلة، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب إيش بقول؟ بقول إنه يعني سنظل نكتشف في القرآن أشياء لم تفسر بعد، هذا قول علي بن أبي طالب. المدركين كانوا إنه معتز، خلني أسألك معتز، خلني أسألك يا أخي، عندي سؤال. لما تقول لي علم وصدره يضيق حرجا وكل الآيات مطابقة مع العلم، صنعت فوطة نسوان اليوم؟ صنعت فوطة نسوان، ألم تصدر للعالم لاجئين، للسويد لاجئين، للألمانيا لاجئين؟ ألم تستورد حتى فوطة نسوان مرتك ونسوانكم تستوردونها من الخارج؟ طيب وين اللي طابق العلم؟ وين العلم بالموضوع؟ صنعتوا حفوضة أطفال؟ صنعتوا إبرة؟
لا زلتم تعتمدون على سائل ينزل من السماء وسائل يخرج من الأرض، نفط ومطر، وتفتخرون بالجحش والبغل، وغيركم يفتخر بالميج والأباتشي، عندهم معامل ميج وطيارات وأباتشي، أنت ما عندك معمل جحاش. فصنعت فوطة نسوان، صنعت حفوظة أطفال. يا أخي حتى على أرحام نسوانكم، بين فخاد نسوانك حفوظة صينية، صنعت شيء يا أبو العلم، كذابين يا أخي دجالي. يا محمد صلاح، دقيقة بس، اللي قاموا باكتشاف لقاح مضاد كورونا مسلمين تركيين، ثانيا عندنا طائرة برقدار التركية مسلم طورها والآن بالله عليك. لا المسلمين الحمد لله تقدموا اليوم في سيارات تركية على الكهرباء. يعجبني الحديث عن تركيا. أنت مثلا أنت ترضى بنظام تركيا في الحكم؟ هل هو نظام إسلامي؟ أنا بحكي كمسلمين، أنا بحكي كمسلمين. لا 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 جاوبني، هل نظام تركيا في الحكم؟ أنا كنظام علماني لا أقبله، بس أنا بحكي كمسلمين مبدعين. لحظة، لا أقبل النظام الذي صنع البيرقدار، بس أنا أفتخر بالبيرقدار التركي. وين المنطق؟ لا برضو بضلهم مسلمين، أنا ما بكفرهم. رغم أستاذ محمد، اسأله سؤال منطقي أستاذ محمد، قل له يسأل. خلينا ناخذ مشاركة الأخ محمد عشان ما يعني الكلام. محمد سلام. السلام عليكم. والله يا عم محمد، هذا فيروس قاعدين تنشروا فيه في مخ الناس، في عباد الناس، انتم فيروس. مين شو تقصد يا محمد؟ نعم شو تقصد بالفيروس؟ يعني شو اللي بننشره بالفيروس فيه؟ هذا بالتفكير متاعكم، هذا بالفكر متاعكم قاعدين تعملوا فيه فيروس للعالم. هو بيأثر على الناس يعني برأيك؟ هو بالكلامك هذا يأثر على الناس الضعفاء الدين. يعني هل برأيك مثلا واحد ممكن هذا هو المطلوب الدين؟ بس ثواني يا اخي سوق، هل برأيك هذا انه الناس ممكن تترك الدين عشان انه محمد صالح وصفوق الشيخ ودكتور خالد جالسين يتكلموا على التيك توك؟ ايه خاطركم انتم مؤثرين، قاعدين تأثروا على الناس. هذا طيب تأثير، هذا كيف الفيروس. راح ارجع لك لهي النقطة. صفوق حبيبي، شو رأيك بهذا الكلام؟ انا اقول له الخطب على مدار الساعة، خطب ومحاضرات ولايفات على التيك توك عادي عندهم، عادي لما يصفوننا بالكلاب والخنازير وقتلنا وشوينا. يعني تخيل يجلس في المسجد على مكيف صنع الكفار ويجي يدعو اللهم اشوي جلودهم، وهو اللي انقذك من الحر في الدنيا، الان انقذك المكيف. اسمع زين؟ طيب اسمع اتكلم، انا اتكلم لو سمحت، بس اكمل جملتي بجمله واحده. يعني الخطب الرنانه يوميا، الف مسجد في مدينه، تخيل كل دوله فيها 156 الف مسجد. طيب ليش ما هم مؤثرين؟ لانهم غير مقنعين، لانه العلم والتطور أنا الحاصل. اسال انسان من داخل المنظومه العلميه الدينيه، دكتور خالد، هل صحيح الذي يقال انه هذا اللي احنا نعمله هذا فيروس ويؤثر على عقول الشباب وراح يأثر على دينهم؟ يعني انت لو يوم ما كنت تدرس الشريعة الإسلامية كان ممكن يأثر عليك مثل هذا الكلام، ولا ايش رايك دكتور؟ انا طبعا استاذ محمد قلتها وحاولها تاني، ان نحن اخترعنا اليوتيوب وان له لحافظون، ان نحن اخترعنا النت وان له لحافظون، قطار التنوير انطلق ولن يرجع إلى الوراء. كلام محمد صالح الآن حفظ في النت وسيظل بعد موته بآلاف السنين. خلاص انتهى الموضوع. الردود موجودة، العلم موجود، التنوير موجود، محمد صالح موجود، خالد موجود، صفوق، أحمد، كله موجود. النت حفظ هذا الكلام، لن يرجع إلى الوراء. في تأثير؟ نعم في تأثير. لماذا؟ لأن ما نقوله حق. احنا لسنا مؤثرين لأن لنا كاريزما أو لأننا نجيد التحدث أو لأننا أصحاب علم، لا، لأن معنا الحق. أنا قلته دائما، أنا أكسب مناظراتي أو حواراتي أو ما أقوم به، الأستاذ محمد يفعل نفس الشيء طبعا وله الآلاف من المتابعين يسمعونه، لأنه يقول الحق، هو ليس فقط ذو علم، لأنه يقول الحق، والحق أبلج كما يقولون. فحق الأستاذ محمد سيظل، اليوم يؤثر، غدا يؤثر، بعد ألف عام سيؤثر. نعم سيؤثر. محمد أريد كمان أسألك أنت خليني أتكلم من فضلك يا سي محمد، أسألك وتتكلم. هذا اللي إحنا بنقوله بماذا يزعجك؟ يعني إيش المشكلة؟ يعني إحنا مثلا لما نأتي نقول اتعلموا العلم، يعني اتركوا الضرب، اتركوا القتل، اتركوا الاعتداء على حقوق الإنسان، على حقوق المرأة، على حقوق الطفل.
بماذا يزعجك هذا الكلام يا محمد؟ أول الدين الإسلامي هو اللي يحفظ ضد الحروب وضد كل شيء، هو الدين الإسلامي. بس أنت تعرف يا أنت من أين يا محمد؟ من فرنسا. أنا لا لا قصدي يعني من تونس. تونس من تونس. أنت تعرف أن الدين الإسلامي لا يحفظ الحقوق، والدليل على ذلك أن لما خليني أعطيك مثال، لما راحت الحكومات المركزية في العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال والسودان والجزائر ومالي ونيجيريا وأفغانستان وباكستان، ويعني القائمة طويلة، المسلمين صاروا يقتلون ببعض، فكيف هذا راح يحفظهم الحقوق؟ هذا ليس الدين المسلمين. وعلى فكرة، على فكرة هذا الكلام كان موجود قبل قيام الدولة السعودية الأولى، كانوا يقتلون بعض في الدولة الثانية يعني إلى الدولة الثالثة. نفس الكلام لما كانت الدولة العثمانية، نفس الكلام لما كانت دولة المماليك، الدولة العباسية، الدولة الأموية، دولة الصحابة يا رجال الراشدين، كل المسلمين كانوا يقتلون بعض. كيف هذا الدين يحفظ للناس حقوقهم وهو اللي شرع لهم 1400 سنة؟ لا أكلمك أنه فقط يقتلون الكفار، هذا كلام يعني للمسلم اللي ربما يكون عليه صعوبة، ولكن حتى يجعله يقتل أخوه المسلم من الصحابة لحد الآن. هذه يا سي محمد صلاح، هذه فتوحات إسلامية وليست حروب. لا، مو فتوحات، أنا ما بتكلم عن فتوحات. أنا بتكلم عن القتال الذي دار بين علي ومعاوية، علي وطلحة والزبير، عن القتال الذي قتل فيه الحسين بن علي، كله بيد المسلمين، قصف الكعبة بالمنجنيق من جيش الخلافة، ووقعة الحرة، قتل زيد بن علي بن الحسين، قتل العباسيين للأمويين، قتل العباسيين لمحمد بن عبد الله بن الحسن اللي كانوا لقب، يعني قتل محمد بن نصر أنا كل مسلمين لحد هذه اللحظة أكبر ناس يقتلون من يد بيد المسلمين هم المسلمين أنفسهم. بنوضح لك لحظة، يعني أنا الآن مثلا، أنا الآن لو رجل مسيحي أو يهودي أو لا ديني أو ملحد تأتي وتقول لي أن الإسلام يحافظ على حقوق الناس، أنا أقول لك كيف الإسلام يحافظ على حقوق الناس اللي هم مش مسلمين، وأنتم أصلا تقتلون بعض كمسلمين من 1400 سنة، تقتلون بعض كمسلمين. هذا ليس تطبيق بالشريعة الإسلامية الصحيحة. 1400 سنة أنا أتكلم، ما بتكلم حالة حالتين يعني. هي حتى 1400 سنة فما تطبيق الشريعة الكاملة. متى راح يصير عندك تطبيق الشريعة الكاملة؟ متى؟ إذا الصحابة ما استطاعوا أن يطبقوا الشريعة الكاملة وقتلوا بعض، متى راح تصير هذا التطبيق الكامل؟ التطبيق الكامل هي مثال نكونوا لا أعطيني متى، لا تعطيني مثال، أنا أريد شغلة أشوفها بعيني. متى؟ كي تتوحد المسلمين يتوحدوا كل المسلمين. متى تتوحد المسلمين؟ لماذا لم يتوحدوا في عهد الصحابة؟ توحدوا في عهد الصحابة وكانوا في عهد الصحابة كان في عندنا خليفتين، واحد اسمه علي واحد اسمه معاوية، واثنيناتهم كانوا يكتبون القرآن على فكرة. ماي اسمع سي محمد صلاح، نوضح لك نقطة بركة. اسمع الدين الإسلام دين الحق، ومش باش انت ماشي ومش خرافات. دين الإسلام هو الدين الواحد. خرافات والله يا ابو عم، مش خرافات، الله ليس خلقنا عبثا. يعني يا محمد يعني انت الان تريد تقنعني بانه ربنا اجى خلق الارض في 4 ايام والسماء في يومين، وانه في البداية الله خلق الارض وبعدين راح للسماء عملها طابق فوق طابق فوق طابق. اكيد خرافات حسب تفكيرك يا سي محمد صلاح. الله خلقنا عبثا هكذا. الان انت تطلع صاروخ يطلع لك يشوفك كل هذا الكلام كله خرافات. يعني سبحان الله، احنا ربي خلقنا ذكرا وانثى، ربي ما خلقناش عبثا بالدنيا هذه. ذكر ولا انثى، يعني انت مصدق مثلا، انت مصدق ان انت جاي من نسل ناس يعني اخوه واخوات تزاوجوا مع بعض؟ انت يعني انت من نسل سفاح المحارم؟ ما اسمع، لا تقول كلام انا ما قلتلاش. انا بقول لك انت الان مش تؤمن انت بانه الله خلقنا ذكر وانثى؟ إيه الخطر فما شعوب بعدين باش تبدل النسل. كيف صرنا ملايين الآن؟ كنا من آدم وحواء مع أخته، صح ولا لا؟ هاك النسل يا محمد صلاح. حتى بعد أنت تؤمن أنك أنت جاي من نسل السفاح، من 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 زينة المحارم؟ ليس زينة المحارم، ولكن هذا نسل.
يا محمد صلاح حتى تحط ذكر حتى تحط يعني انت تقول مثلا حتى تقول اخونا صفوق الشيخ مولانا صفوق لما يأتي ويقول لك هم يقولون ان الرجال صفوق قل انت هذا الكلام انا ما اكيد ما راح اقوله مثلك يعني يقول لك الرجال المرأة خلقت يا استاذ يا استاذ يا استاذ استاذ دعني اتكلم لو سمحت محمد اخوي محمد كل الحب عندنا محمدين محمد صالح ومحمد الاخ هذا من فرنسا يقول لك انا من فرنسا جزائري دائما يقول لك من فرنسا ما يقول الجزائر شوف حتى الرجل قال انه خلقوك من ضلع اعوج يعني الدين شوف الدين هو بشري ظلم المرأة وكان ذكوري ولا زال ذكوري يقول لك خلقناش من ضلعنا الاعوج وانا دائما اقولها اقول خلق انت خرجت من بين فخاذها يعني انا والكل الذكور خرجنا من بين فخاذ المرأة خرجنا مع دم اسود نتيجة عدم انتظام دورتها الشهرية لو كانت الدورة الشهرية مستمرة ما خرجنا هاي الاشكال الهندسية يلي تقول للمرأة انت مرأة وانا رجل هي خربطت مسكينة بالدورة الشهرية وتورطت وما عاد تجيها الدورة خربطت فنزل هذا الكائن مع الدم الاسود وصار يقول انا انت خلقوش من ضلعي واول ما طلع شواربه من بين فخاذها زربته وشخته يعني لولا المراه توقفت عن اشخاخ ما جينا كلنا يعني هي بس تتوقف عن اشخاخ المراه احنا ما نجي اساسا هي ما دامها تشخ ما دام في رجال ما دامها تشخ بالمشفى تنزل الرجال المراه للامانه تيجي انت حضره جنابك تقولها خلقوش من ضلعي وانا رجال وانت مره ومكانك معروف وين هو بزازك اريد اسالك بزاز اثداء الرجل اقصد علميا اثداء الرجل شنو وظيفتهن هل هو مشروع للعضايد ما كملوا الرب قال فاشل يلا ناجله يعني شنو في فائده اثداء الرجال غير انها صفات انثويه هذا دليل انك خرجت من الانثى والان لو سالت اي ذكر وانا اولهم صفوق الشيخ لو سالتني من الذي خلقك ساقول لك امي ثم تقول لي من خلق أمك أقول لك أمها وهكذا آخر شيء نعود للمرأة نعود للمرأة هي الأساس فيجيني دينك يقول لي حواء وبوا وقابيل وهابيل يأجوج ومأجوج صفوق ومصفوق ناكر ونكير أنا أكملها زنبليط وقنقليط كله كذب هذا وهراء وهبل كلام ناتج عن هبل لا أصدقه أبدا ولا يمكن أن أصدقه البشرية زين قبلك آشور قبلك بابل قبلك سريان ب15,000 سنة أنت البارح من 900 سنة جيتني بعثك الرب لعندي جاي تكذب علي من 900 سنة مبارح يا زلم مبارح يا زلم 10,000 سنة قبلك آشور الرب ما كان داري عنه ما يكترثلهم انت لانك جاهل امي غبي متخلف هو ترى فكرة استاذ محمد بدي اقول جملة تاريخية هل تعلم انه الاله صنع في شبه جزيرة العرب وتم رفعه للسماء كوهمي اله وينه بس تموت تموت وتلقاه بس الاله صنع في شبه جزيرة العرب كسر والصنم وارتفع الاله للسماء قلنا لهم وينه قالوا بس تموت تلقاه شوف التخلف ما هو مكرمة تنزل أديان على هاي المنطقة على الجاهلين المتخلفين بل هو فكر ناتج عن ناس جاهلين ما هو مكرمة هو من اله او شيء شوف كيف حولوا الصيغة شوف العربدة شوف الدجل رفعوا الاله للسماء وعلى فكرة حتى سماء لا رفع سمكها ولا سواها هي مجرد غازات يعني تطلع بالطيارة ما راح تصطدم بسمك أبدا هذا دليل أنه يكذب كلهم يكذبون هل سمك السماء روح اسأل النيادي سلطان النيادي الإماراتي من كم يوم زين وابن القرن السعودي لما أجوا من كم يوم من الفضاء ما في أي شيء يقول لك ما اصطدمنا بشيء لا سمكها ولا سواها كله غازات بغازات يعني إذا تشغل دواليب السماء الزرقاء تصير سوداء دواليب سيارات يعني تخيل السماء سوداء تصير نقول زين غازات ما في شيء شلون تقول لي الجبل أوتاد تشبه لي السماء بالخيمة والجبال أوتادا يعني مثل الخيمة لما يسوي الوتد كذا ويقول يا طيحان سوينا نصبنا الخيمة الوتد النصاني عمود البيت أنه الجبال عمود البيت هذا كله هراء وفكر سطحي ونكبر عقولنا والجماعة اللي ماتوا وقالوا وإحنا أنبياء وضحكوا عليكم خلص الكذبة سقطت وخلوهم لا تسيئولهم وخلوهم ماتوا مرتاحين بقبورهم زين لكن أنتوا تغيروا ولا تتبعونهم لأنه فكر الصحراء كان إجباري في غزوات يا تغزي يا ينغز عليك لأنه إذا ما غزيت غصبا عنك ينغز عليك لذلك لا تتبعونهم هو كان قانونهم كذا اليوم القانون تغير الأخلاق تغيرت اليوم فكذبهم ودجلهم وقالوا لكم أرسلنا الرب هو ناتج مثل عندك ولد صغير يقول لك جاهل لا تواخذه نفس الشيء كانوا جاهلين ما لازم نواخذهم ولا ناخذ كلامهم أبدا الحق اليوم مش عليهم هم ماتوا بس الحق على من يتبعهم الآن للأمانة يعني خليني اخذ طبعا. كمان قاسم الصواب هذه كلها اوهام يا لحظه شكرا. محمد هذه كل محمد لحظه عزيز قاسم تفضل
والله أول شيء السلام عليكم، ثاني عليكم السلام إشي يا هلا. أنا يعني بالصدفة أنا كنت مارق فسمعت هذا الأخ الوسطاني اللي في السطر الفوق اللي في النص بقول إنه الاختراعات وما اختراعات والتطور وإنه إحنا ما اخترعنا اللي هو قاسم، قاسم يا قاسم، قاسم حبيبي انت باعتبارك متدين يا قاسم، لو سمحت لو سمحت، هذا اللي فوق ما تقول هذا له اسم، مثل ما اسمك قاسم لنا اسم، معليش سمي الاشخاص باسمائها، كونك متدين بس اخلاقك زبالة لانك متدين ما تحترم اساسا. طيب ايش اسمك عشان اديك باسمك؟ شو اسمك عشان اديك اسمي، باسمك؟ اسمي مكتوب، اذا انك جاهل ما تعرف تقرا ليش طالع جيست، لا يشرفنا حضرتك، اسمي مكتوب. طيب ماشي، يا هذا صفوك اللي بقول صفوك الشيخ بقول انه احنا ما اخترعنا وانه احنا مش قادرين نخترع اللي هي فوطة نسائية الاولوز. طب حضرتك ليش ما تروح تخترع انت مثلا؟ شو اللي ماسكك انه انت ما تخترع يعني مثلا؟ يعني انت يا قاسم يا عزيز، لحظه 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 يا قاسم، قاسم يعني لحظه ثواني ثواني قاسم لحظه، يعني انت يعني يوم ما واحد يجي يقول لك انت عندك عشرات الدول الاسلاميه 1400 سنه من تاريخ صدعتوا رؤوسنا بالاعجاز العلمي والاعجاز العلمي وما قدرتم تصنعون فوطه، لما تجي تتكلم عن 1400 سنة وقدرات إلهية وكلام طويل عريض تجي ترد على هذا، أنت كفرد ليش ما عمل؟ صفوق الشيخ إنسان ملحد ينتمي إلى الدول الملحدة، الدول الملحدة هي اليابان، اليابان منظومة كاملة. الصواريخ. طيب انت شو مانعك مثلا انه انت لا 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 بدي اجاوب استاذ، كونه سالني، كونه سالني استاذ محمد، لو سالت الان ياباني، اليابان اكبر دوله مصنعه، اتحداك تسال مواطن ياباني تقول له صنع، مواطن لا يستطيع يصنع لوحده، لكن هي منظومه الحاديه متكامله وهذا هو السر، منظومه كامله، دوله كامله، الدوله والشعب، وليس شخص، افراد، افراد لا يستطيعون ان يصنعوا سياره، ولا يستطيع اي شخص في العالم يصنع لوحده، لازم تكون منظومه كامله ملحده، نعم وعقلانيه اقصد، فعزيزي الشخص لا يستطيع، وليس النجاح هو اختصاصات، مو شرط يعني الواحد يصنع سياره ليكون ناجح، لذلك وحتى تصنيع السياره يحتاج منظومه عقلانيه كامله وليس منظومه متدينه زربان وضرطان وبين الصره والركبه، لا تصنعون برغي لو صعدتم تريليون سنه من الصره للركبه ما تصنع شيء، التصنيع يحتاج الى عقول، منظومه مجتمعيه كامله وليس افرادا، مشان تقول لصفوق الشيخ يلا على الله يصنع لي سياره، هذا غير منطقي، هذا غير منطقي، تقول له على الله يصنع لي سياره، يعني انت لما تربط دينك، لحظه شويه قاسم، قاسم بكلمه بكلمه، لما تربط دينك بالبحث العلمي وتقول في ايات تطابق العلم انت مجبور تصنع غصبا عليك. انا ما ربطت بعدين عشان تفهم عشان تكون بالصوره، العلم سواء اتفق مع دينه او ما اتفق هذا ايش لا يعنيني، انا عندي دليل وعندي قران وعندي مثلا اللي هو حديث الرسول ومثلا الاثر وما اثر وشغلات زي هيك، هذه انا واجب علي اني اتبعها، العلم اتفق معاها ما اتفقش معاها لا يعنيني، هذا ايش لا يعنيني بتاتا. بعدين انت بتقول الافراد، يعني طب انت مثلا يا قاسم ليش ما طلعت سؤال، سؤال في ضمن المجتمع، ليش بدل من تنتقد الناس تنتقد الاخرين؟ لما اتكلم انا منظم الحوار كل شيء تتبع العلم ولا القرآن؟ بتبع القرآن، أنا مايل في العلم، أنا العلم إذا اتفق مع القرآن كان بها، ما اتفق شيء ما بيعنيني. بالضبط. القرآن لم ينزل. اللي بيتكلم على اللي بيتبع الخرافة راح يبقى أسير الخرافة، هذا هو هي الفكرة يعني. بعدين في كمان نقطة بدي أحطها. يا أستاذ محمد. هيروشيما وناجازاكي او مثلا لانه هذول مش قدوه، هذول مش قدوه يعني فرق، ما حدا، لا يوجد انسان على وجه الارض يقول اللهم ارضي وبارك وصلي وسلم على قاده امريكا واصحابهم واتباعهم وال بيتهم اجمعين، ما حدا بيقول هذا، بينما انت الان
جاي تقول لي أنه هذول هم أشرف الناس وأفضل الناس وأعلم الناس وأحسن الناس، وهذول لعنوا أبو سلسفين بعض. طيب ماشي، طيب إنسانة من اللي هم السلين والقنبلة النووية اللي على ناجازاكي و... سمعت سؤال قاسم، أنا ما بحب لما حدا أتكلمه ما يسمع. أنت سمعت أنا ليش شو قلت لك الآن؟ أنت عندك ناس مثلهم مجرمين، أنا عندي الذي يلقى القنبلة الذرية مثلا مجرم عادي عندي، كذلك أنت عندك كل الصحابة كانوا مجرمين، أنا ما يكون عندي مشكلة، بس أنت بتقول أنه هذول هم أحسن الناس. هذا هو الفرق. عندك الإسبان اللي هم كانوا يسووا محاكم التفتيش. قاسم إذا استمريت بها بنفس الطريقة يعني راح أنزله. أستاذ محمد ممكن مداخلة لو سمحت. قاسم لحظة قاسم، ألم أقول لك أنت عندك هؤلاء تقول أولئك الذين هدى الله فبهداي مقتدى، عرفت كيف؟ أنت لما تأتي تقول في قرآنك، ثواني بالله، أنت لما تأتي في قرآنك تأتي وتقول لي أن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يا هذول كلهم يعني لعنوا أبو سلسفين بعض، كيف أنا أؤمن بإيمانه؟ الفرق بين هذول الصحابة، بثواني، الفرق بين الصحابة وبين غيرهم من الأمم أن هذه الأمم كلها تعمل مشاكل تعمل مصائب، ولكنه مش قدوة، ما حدا طلب مني أن يقتدي بهم، أنت تطلب من الناس الاقتداء بصحابتك، هذا هو الفرق. تفضل صفوف. تمام استاذ محمد، بس عندي تنويه، بس عندي تنويه على هيروشيما لو سمحت، بس اقول لك شغله يا قاسم عن هيروشيما، انت سالت بس بدقيقه، اقل من دقيقه. هيروشيما وناكازاكي ولا شيء اليوم، مقابل القنبله النوويه ولا شيء امام القنبله النبويه، دمرت سوريا، لبنان، العراق، اليمن، غزه، ليبيا، 10 مليون يا رجل من 2011 ل 2023 لم تفعله القنبله النوويه. سيد قاسم شوف، حبالنا الصوتيه ملتهبه واللايف مجاني اساسا تنوير، بس خلينا نتكلم واكمل جملتي لو سمحت. فالقنبله النوويه ما عملت شيء، يعني اليوم تشين تشاو هذا الصيني عنده حديث قال علموا اولادكم التايكوندو والكونفو والكاراتيه لعلكم تنتصرون، ورواه بول خراء الكوري الجنوبي وقال أنه حديث حسن. وين المشكلة عندك؟ هاي نفس حديثك، الأكل بالعيدان اليابانية سنة مؤكدة زين، والأكل بالإيد بدعة ويدخل النار، نفسك يعني. هي مصادفات جغرافية أساسا. أنت لما تحكيني عن اليابان، لما لا في منهم يحكي لي يقول لي هتلوري الألمانية بربع شارب، يقول لك نازي ومازي وما أدري إيش، هذا لا يمثل النازية الحقيقية، مثل ما تقولون داعش لا تمثل الدين الحقيقي، نفس الشيء هتلر زاد خارج عن الملة النازية. طب انت بتقول انه احنا المسلمين دمرنا سوريا ودمرنا لبنان والعراق والدول هذول، مين اللي دمرهم؟ كن معي صريح وواقعي وقول لي مين اللي دمرهم. مش الاسلام اللي دمرهم. الاسلاميه اللي دمرت، اللي دمرهم، اللي دمرت الفصائل الاسلاميه سنه وشيعه. انت ما بتقدر تحكي عنهم، اللي دمروهم ما بتقدر تحكي عنهم. لا اللي اوجد داعش، اللي اوجد داعش سوريا مثلا، اعطيك في سوريا أعطيك جرد الآن، أعطيك جرد بالفصائل الإسلامية. في سوريا مثلا اللي دمرهم هم جماعة الجولاني وجماعة البغدادي وجماعة علوش وجماعة الحموي، هم اللي دمروا. من هذول كلهم قيادات إسلامية وناس من خريجي المساجد. لا مش صحيح. مرفأ بيروت أستاذ محمد، مرفأ بيروت، لحظة مرفأ بيروت من وراء حزب الله نفسه وتابع للدين أيضا، والحوثي وغيره وعهرة ومهرة. أريد أسألك بس أقول لك شغلة أستاذ يا سيد قاسم لحظة شوي قاسم بدي أقول شيء حبيبي، هاي الفصائل كلها نعرفها زين وأقدر أعدد لك إياها كلها بالاسم، وهي المسؤولة على فكرة زين، كلها بالاسم هي المسؤولة. أصلا أول من حارب داعش هو أبو لهب، أول من حارب داعش أبو لهب. يا سيد محمد بالله منعتي كلمة سريعة وسوف أنزل إن شاء الله. يا سيد محمد، الإسلام إذا تركوه انشد اشتد، وإذا سابوه امتد، فهمتني؟ لكم بش... يعني أنتوا الآن عايشين على تسول أوروبا. لا تسول الأوروبا، هكا فرنسا اشتد وين؟ هذا حتى الله قال لك هاجروا في أرض الله، هاجروا في أرض فرنسا، أرض فرنسا اللي لعنوا أبو سلسفين الدين، اللي أرض طلعوا يسمسخرون على دينك. أنت الآن جالس تحت رحمة الفرنسيين ببساطة شديدة. رحمة الله يا سيد محمد. لا مش رحمة الله، لو كنت رحمة الله كنت رحت لمكان لأفغانستان، هناك في رحمة الله، ولكن انت ما تريد رحمة الله، انت تريد رحمة الله موجودة في كل بقاع الارض. لحظة انت تحب الحياة في ظل ماكرون الكافر. لحظة لا 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 يا لحظة ما اتكلم،
انت الان مثلا، مو انت لحالك، انا ما مش يعني كشخص، انا اتكلم عن العقليه، الحاله الظاهره. عرفت كيف؟ انتم تركتم بلاد الرحمن واتيتم الى بلاد الكفران، يعني عرفت ارض الله، ارض الله واسعه. يا عمي بتكلم يا استاذ محمد، لحظه بس ثواني بتكلم. انتم تركتوا بلاد الاسلام، عرفت كيف؟ من المغرب الى اندونيسيا، عرفت كيف؟ وجيتوا الى بلاد المانيا وايطاليا وفرنسا واسبانيا بلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وفنلندا، على اي اساس تتكلمون على بلاد الله؟ هذه كلها بلاد الكفر، بلاد الاوروبيين، بلاد اليهود من طنجة، بلاد الملحدين. من طنجة يا استاذ محمد، من طنجة استاذ محمد، من طنجة الى جاكرتا، على المنابر يقول لك الغرب الكافر، بس يوصلون عنده يقول لك هي لله، اصلا لله. ارض المانيا لالمانيا، ما هي لربك، الارباب كثيرون. ارض الهولندا لهولندا، ارض فرنسا لفرنسا. انت اذا عندك شرف وطني، ها روح سوي وطن وابني وطن بهذا الفكر المعفن. ارض المانيا ليست لله ولا هولندا ولا فرنسا، هي للفرنسيين. ربك رد مردود عليك ربك، هاي الارض الالمان حبيبي، شنو ربي ما ربي؟ الارباب كثيرين، اكثر من 6000 رب. الله اللي خلق الارض اذا هي ملكه، فهمتني؟ الرب هو خلق الارض اذا هي ملك الله. بعدين بالله ملك الله، جيب الطاب وتابعه، لو كان ملك الله ما كانوا يلعنون ابو سلسفينه فيه. في عندي اخر نقطه بدي اعلق عليها. هي ارض الله، وانتم تو قاعدين تحاربوا. نبيك لحظه، نبيك قال ببساطه انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين، خلاص نقطه على اخر السطر. مش صحيح، كونك خجلان جالس في بلاد اوروبا وتحاول ان تكون يعني تقول والله لا انا تبرر وتشرع ان وجودك في اوروبا ما عندها. لا لا محمد صالح، انت قاعدين تحاربوا 50 واحد يتكلم، ما يعني اتركوا حمدية المساجد، حطوها في المساجد. الف مره قلنا لكم همجية الصحابة حطوها مع الصحابة، لما واحد يتكلم صاحب البث اسمعوا على الأقل لين ما يخلص كلامه. عرفتوا كيف؟ بعد 30 ثانية، 30 ثانية بالروح بتكلم لسه، افهم. الآن أنتوا ببساطة شديدة تحاولون تشرعنون وجودكم في أوروبا، ما عندكم شرعنا لذلك، فتأتون بمثل هذا الكلام المضحك. اسمع، انت خلينا الدين الاسلامي، ثواني وانا من رايي انه الملحدين كمشة من عقد نفسيه تعدت اليوم في صغرهم، يعني عندهم عقد نفسيه قاعدين يعملوا في الافعال. انت وجميع الملحدين عندهم العقد النفسيه هذه، هم مش عارفين كيف يعبروا عن العقد النفسيه متاعهم، يرجعوا يسبوا الله. خليني محمد بالله عليك، هل الذي ياتي ويقول انه هذا مفتاح مصنوع من حديد وهذا بلاستيك وهذا كذا، هذا الذي عنده عقد نفسية ولا الذي يعتقد أنه نبيه ركب دابة اسمها البراق دون البغي وفوق الحمار وطار فيها في السماء وصار كل ما يوصل للسماء يدق أبوابة، من الذي عنده عقد نفسية؟ والله يا محمد صلاح عندكم عقد نفسية، والله إن شاء الله يهديكم للطريق المستقيم. أنا لو كنت محمد صلاح ما كنت أجلس معاكم، كان رجلي هذا اللي مش قادر أمشي عليه كان أقدر أكسب به عشرات الملايين، يعني أصلا ما كان. الله يشفيك. ما والله مش مريض يشفيني. أنا معافي مريض في فرق. الله إن شاء الله يكون. اسمي محمد صالح. محمد صلاح. محمد صالح. يا عمي صالح. يا محمد صالح. الله إن شاء الله ينور لك طريق الحق والدنيا فانية. نور لي بس أنتم ما بتتركون الناس. يا محمد صالح بيجي يوم الدنيا ثانية. ثواني خليني بالله يا استاذ محمد. استاذ محمد، استاذ محمد، ماذا لو دخلت انا، استاذ محمد ماذا لو دخلت انا على لايف مثل شيوخ الدين كذا وادخل عليهم هذا الجست ومحمد صالح يكون شيخ دين، بدل ما يقولوا لي الله يهديك يقولون الله يلعنك وينزلوني فورا. انتم جايين هين ضعفاء تقولون الله يهديك، ضعفاء انتم. لا والله ما نهدوكم على الأرض، ما لا يقول لك لا الله يهديك ولا الله يلعنك، يقول بسم الله الله أكبر ويذبحك. عرفت؟ لا 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 والله ما هو هيك، إحنا بنتبع منهج الدين. لما ربنا قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. تعرف أريد أسألك كيف ذبح جعد بن درع في عيد الأضحى؟ لحظة يا محمد، لحظة قاسم. خالد القسري والي مكة أمير العراق من بعد ذلك أو من قبل ذلك،
خالد القسري أجاب جعد بن الدرهم فقط لأنه كان إنسان صوفي على فكرة، يعني حتى مش ملحد، عرفت كيف؟ جاب وذبح في عيد الأضحى، قال أنتم مضحين يعني قدموا أضحياتكم، أنا إني مضحٍ بجعد بن درهم، نزل من على المنبر وجاب السكين وذبح جعد بن درهم. أستاذ محمد تعرف شو يقولون؟ أستاذ محمد تعرف شو يقولون؟ الآن يقول لك الله يهديك ويحاورونك، هل تعلم لولاك في وسطهم ما في حوار خلاص؟ زين؟ يعني بمعنى لما تقول لي احترم مشاعر المسلمين من باب اولى انك تخلي راسي على جسدي مشان احترم، لانه الميت لا يشعر. كيف يعني انت اليوم تدخلون هنا ومثل الاسمع تدخلون كالارانب لان محميين بقانون اوروبي، لو كنا وسطكم ما كان ناقشتونا اساسا. هم اصلا من الشريعه وينك صفوق؟ يعني هذول كلهم تشوفهم هاربين من الدول الاسلاميه اصلا، من الاحكام الاسلاميه، من المجتمعات الاسلاميه. خليني أحكي ثواني بس، خلينا نكون واقعيين ومنطقيين. يعني يا قاسم، لو سمحت أنا ما أخذت مداخلة. يعني تحية للجميع طبعاً أكيد. يا محمد معلش، أنا أأكد لك يا قاسم يا محمد، أنتوا لو مكن لكم في الأرض لذبحتوا 70-75% من الناس، وأنا أبصم على هذا الشيء. أنت لو ممكن لكم في الأرض لقتلتوا البشر 75% من البشر لقتلتوهم. الناس اللي ذبحوا في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي الصومال 99% منهم كانوا في العراق ومن قبل الفرنسيين والبريطانيين واللي ماتوا في اليابان واللي ماتوا على يد السلين، هذول انت ما بتعرف نفس الاسطوانه يا قاسم، شرحت لك انا الفكره. طب انت كون موقعي كون منطقي واحكي عنهم. انا شرحت لك الفكره، عرفت كيف؟ هذول مش قدوه. شرحت الفكره. انا بدي احكي مع صفوك الشيخ اللي ساعه بحكي، يعني خلينا نكون منطقيين، اللي بقول لو انا كنت بينكم لقطعت راسي من الحكي. خلينا نكون منطقيين وواقعيين. هسه انا اجي اسب امك على اللايف بتقبلها؟ لا مش راح تقبل. اسب اختك بتقبل؟ لا، راح مشاعرك انها ايش تتأجج، راح تكون عندك اللي ردة فعل مش طبيعية. يعني طب ما بقى واحد سب نبيك انت تروح تذبحه؟ لو سمحت لك ساعة بتحكي مقطعتك. لا لا لا، خلينا لو واحد سب نبيك تروح تذبحه؟ لك ساعة تحكي وما قطعتكش، ولما جيت حكيت قطعت. انا صاحب بث يا عمي، افهم، انت ما تقدر تقاطعني يا عمي. صاحب بث او صاحب بث وانا بسمح لك تتكلم، افهم. الان لحظة، الان لو واحد اجى وتكلم في نبيك تروح تذبحه؟ أكيد بذبحه. ليش؟ لأنه نبي. أذبحه. ليش ما أذبحه؟ ليش؟ لأن ليش يغلط على النبي؟ شو الهدف إنه يغلط على النبي؟ ليش ما عادي؟ فيش فيها خجل. وأزيدك من الشعر بيت، السيف الإسلام صحيح انتشر بالسيف كمان. إحنا ما انتشرنا لا بالكلمة الطيبة ولا شيء، انتشرنا بالسيف. والله عفارم عليك. شو انت انتشرت بالسيف، واليوم في طيز الامم، اليوم تداس بالاقدام، اليوم تداس بالاقدام، تجيك ميقتل على امك على ابوك ما عندك غير جحش، تداس بالاقدام. طب اقول لك، اذا انت زلمه يطلع احكي عن الاضطهاد اللي بصير للمسلمين في كل انحاء العالم من الهند لامريكا، اطلع احكي عن المجازر اللي صارت في الهند. اسمع 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 الهند 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 بنت لك، اسمع، الهند بنت لك 600 مسجد، الهند بنت لك 600 مسجد، ابني لهم معبد هندوسي واحد، اتحداك. ليش ابني لهم معبد هندوسي؟ ليش؟ يعني بدعوا للكفر ولا الصنم ولا الشغلات زي ليش؟ انا اقول لك التحدي تبعك انت، يوم ما خالد مشعل راح للرئيس ايام ما ادري كان ديمتري ولا مين كان، لما كان ايام كانت الصواريخ الروسيه تدمر الشيشان، عرفت كيف، وتقتل المسلمين، قال انه احنا صراحه ما لنا دخل بالشيشان، الشيشان امر داخلي، بمناسبه انك انت تتكلم عن المسلمين. اليوم المسلمين يعني لانهم كلهم عالة ها على التيك توك وعلى المواقع الصينيه وعلى المنتجات الصينيه، ما بيتكلموا عن اللي بيصير مع اخوانهم الايغور بين الصينيين، عرفت كيف؟ انتم مسلمين اصلا يعني ما عندكم ولاء لبعض، فليش تطلب من الناس الثانيه تطلب يكون استاذ محمد برج التجاره العالمي؟ يا استاذ محمد، برج التجاره العالمي 2001. الان لو سالت قاسم وربعه يقول لك الفجر وبرافو عليه في الجنه، واللي بنى برج خليفه يقول لك في النار. شوف التناقض، التدمير عندهم جنه والعمار نار. اعرفكم زينا يا ابوي، عرفكم زين.
بالله يا صفوك الشيخ يا محمد صلاح، يا محمد صالح، ما تخافوش انه مثال تموت ويجيكم ربي يقول لكم معناتها ويطلع دين حق، شنو يكون ردة فعلكم وقت؟ انا راح وقتها راح اقول له انت كنت بجد اله زباله، لان لا لا محمد صالح انا اقول له، انا اقول له الشرميط اللي ارسلته لهم بعجوا بعضهم بالخناجر نكعوا نسوان بعض وحاربوا بعض اساسا. ما يعني الكلام هذا بتقول لربك؟ انا ما عنديش مشكله اقول له يا بس اهم شيء هو يسمع. يا جزائري او تونس. لا محمد صالح، محمد صالح يعني حالك بزياده. هذا السواء طلع هذا اجى لحظه صواب، لحظه الدين، لحظه صواب محمد. اذا الاله هو مثل اله المسلمين يامر بالقتل، ويا مثل ما اله القران، ومثل ما ياتي ويقول لك الاخ الصواب يقول لك الإسلام انتشر بالسيف مو بالكلمة الطيبة ونذبح راسكم وما أنا بتكلم عرفت كيف؟ فما ما 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 نسمح بالكفر ونذبح اللي يتكلم ونذبح اللي يسوي، عرفت كيف؟ الإله هذا الذي يأمر أتباعه بهذه الأمور أكيد أكيد راح يجي يقول له أنت إله لا تستحق أنك تكون قندرة في أي بيت، فضلا أنه تكون إله والناس تسجد لك يعني. هذه برشة مغلطات يا محمد صالح، برشة مغلطات على الدين الإسلام. أجمل يا أستاذ محمد صالح، اسمح لي بس خليني أتكلم. أستاذ محمد صالح ثواني بالله عليك أستاذ محمد، 10 ثواني بس ثواني عليك. هل أنت توافق على أن الإسلام تبعك انتشر بالسيف مثل ما يقول الصواف يا محمد؟ لا أوافق، لا أوافق أستاذ محمد. تتفقوا مع بعض.